بون الحاجه الاولى الملعب لعبوا فيه لي جوار كبار يوسف بلايلي عواج كاين بزاف لي جوار كانوا هنا طلعوا من هذا الملعب ان شاء الله نتمنى اللي جان تاع دروك ان شاء الله يخدموا حاجه الاولى يقراو ومن بعد الفوتبول ان شاء الله ربي ينجحهم وكل واحد منا لا ينجح ان شاء الله بيان سور انا راني فرحان بزاف اللي جيت هنا للراديوز الملعب تاعي هذا من صغر وانا هنايا دونك ما نسيتش خيرهم و ان شاء الله كوما نزيد ان شاء الله اتعلق نجي هنا ان شاء الله حاجة الأولى نشكر قاعدة على هذه الجائزة هذه ونشكر جمعية راديوز بيان سور هذا شرف لي نجي هنا باش ناخذ جائزة كما هذه بون راني فرحان بزاف ان شاء الله نتمنى يزيدوا لاعبين ان شاء الله اخرين من الغرب يخرجوا ان شاء الله من الجزائر ويتألقوا ان شاء الله بون النصيحة تاعي ان شاء الله عندنا اللي جان هنا خاصة هنا في وهران عندنا اللي جان يعرفوا يلعبوا كرة قدم مليحة ان شاء الله نتمناو اللي جان هادو الخدمة هذا ما نقولهم خدمة وسيريو وحاجة اللي خارجين رياضة ما يديروهمش ان شاء الله نتمنى لهم النجاح ان شاء الله بيان سور تشافي ديجا غير تشوفه في لونترينمون كيفاش اونتريني كيفاش يلعب دونك هذا بليزير زعما ليا وللفريق صد دونك ديت منها بزاف سؤال السلام عليكم كيما يقول لك حاجه الاولى نشكر قاد على المجهود وعلى التكريم اللي دار لنا اشاك فوا نشوفوا منه حاجات كيما نقولوا غير تاع الخير وكل شيء ان شاء الله كيما يقول لك خلفوا لاعبين في الخير وان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله وكيما خويا بغداد بلا ما نحكي انا عليه ولا يحكي عليه واحد اخر ولا معروف والحمد لله كيما نقولوا راه يقدم في حاجات مليح بزاف وين وصل كيما نقولوا تروازيام بيتر في لوموند ماشي اي جوار اللي يديرها وكل شيء وسيرتو التالق تاع وين كان كيما نقولوا كان محقور شويه في المنتخب الوطني وراه يلعب وراه شفنا كل ماتش راه يماركي كل تحس باللي عندك كيما نقولوا عطاكم اللي تنجم تكلى عليه ان شاء الله نتمنى له كل توفيق وهو يعرف باللي الوهارنا كيما نقولوا الجزائر كاع معاه وكاع واقفه معاه ان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله نشوفه في
في مارسي ولا في باريس ان شاء الله. قلنا احنا جد مصورين بالتكريم اليوم لبغداد بونجاح خريج يعني مدرسه رأي شباب غرب وهران واتحاد الحراش يعني، وحنا رانا فرحانين الله مفخره كره القدم الجزائريه راه يصنع الحدث كل نهايه اسبوع وراه يسجل اهداف، وهذا فخر لكره القدم الجزائريه يعني. وباش نبينوا ان كره القدم الجزائريه مازال تريد ابطال، راه عندنا رياض محرز يصنع الحدث، عندنا كذلك بغداد بونجاح، عندنا لاعبين كذلك كبار، وكثر الجهه الغربيه اللي انجبت باللومي الاخضر وانجبت كذلك لاعبين كبار، وتاج بن صوله وعبد الحفيظ تصفاوت، واليوم بغداد بونجاح حنا نتمنوا له النجاح. اليوم هو حضر بملعب رادياز وين كان يلعب في لارسيجيو في الاصناف الصغرى وكذلك في الاكابر، كان يجي هنا يمارس كره القدم، وحنا يعني ساعدناه كي كان شاب بالنصائح، والحمد لله يعني رانا فرحانين باللي النصائح تاوعنا يعني مدوا نتيجه، وراه يمثل الجزائر وراه يمثل مدينه وهران احسن تمثيل. اليوم التكريم تاعنا هو افتخار وكذلك اعتزاز بمدرسه كره القدم الجزائريه وكره القدم الجزائريه اللي راهي يعني تقدم لاعبين كبار، راهي صنع الحدث في البطوله القطريه وال يعني والحدث عالميا، وان شاء الله نتمنوا لها النجاح. حنا نصيحتي باش كيما كنتوا يعني شفتوا في الملعب، باش الشبان تاوعنا يقتدوا يعني بانجازات بغداد بونجاح، ويعرفوا بان شيء واحد ينجم يوصل اللاعب هو العمل والعمل والصرامه. وشفتوه يعني من فريق صغير الى مدرسه كسموها الحراش، الى النادي الافريقي، الى فريق السد الى فريق النجم الساحلي، وراكم تشوفوه في السد القطري يلعب مع نجوم عالميين، وراه هو رقم واحد الان في البطوله القطريه، نتمنوا له النجاح كذلك. هي بسم الله والحمد لله، يعني لما نتكلم على بغداد اولا رمز مدينه وهران وسفير كل الجزائريين، وانسان طيب وابن طيب، انسان بسيط من عائله بسيطه، ونقول لك يعني بغداد ما اروع ان يقطف المرء ثمار تعبه، وما اجمل ان يتلقى كلمه عذبه تمسح عن نفسه العناء، اليك كلمتنا وان كانت قليله دعاء صادقا، فانت اهل الشكر والتقدير، دمت وفيا وربي يبارك لك ان شاء الله. انا زاد مشروع العمل اللي بدأ فيه بنجاح، وحقيقة زعما احنا كلاعبين دوليين فرحنا له من القلب من شفتوا هذا العام ده احسن هداف في 2018، ونتمنى لنا ان شاء الله النجاح. احنا اليوم رانا فرحانين ببغداد بنجاح بهذا الحضور تاعه، اللي ربي يوفقه ان شاء الله في اعماله. هو راه عاطي لكرة القدم الجزائرية وخصوصا الفريق الوطني، وراك كسفير تاعنا خارج البلد تاعنا سيرتو في قطر ان شاء الله، وحنا لما نشوفوك تلعب احنا فرحانين اكثر ما تكون انت فرحان ان شاء الله. نعاود نكرر ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله، وربي يزيد في عملك ان شاء الله، وشكرا.